قد الايد واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده معانا يوم لطيف جميل، وصفات كلها سهله لذيذه، ومنها قديم على جديد. تعرفين تحبوا التنوع يعني. فاول حاجه هنبدا بقى الحلو، ويومكم حلو يا رب ان شاء الله على خير، وكل ايامكم يا رب ان شاء الله. هنبدا اول حاجه بطريقه بسبوسه ناجحه جدا. انا هو كله الحمد لله كله طرق البسبوسه بنعملها ناجحه وكل حاجه، بس دي بقى يعني اللي ما بيعرفش يعمل بسبوسه خالص هي ممتاز فيها. دي طريقه كده جديده، يعني طريقه مش جديده، هي قديمه موجوده من زمان، ولكن احنا مش بنعملها كتير، لان كتير يقول لك ايه احط بيض جوه البسبوسه. ايه ده؟ لا، حطي بيض جوه البسبوسه هتبقى حاجه تانية. دي طريقة تانية من طرق البسبوسة، هشة جميلة لذيذة وما بتحسيش بالبيض فيها وجميلة جدا. طيب هي طرق من طرق البسبوسة كتير جدا، ومنها الطريقة اللي هي فيها بيض دي. ده بيخليها بقى طرية هشة كده، مش البسبوسة الشرقية المصرية الأصيلة، لا مش هي، ولكن هي حلوة برضو قوي. تمام، جربيها مش تندمي إن شاء الله. دي عبارة عن إيه بقى؟ كوبايتين دي سميد، عشان دلوقتي ما ياخدوش، وهحكي كل حاجه في النص. كوبايتين اللي هو دي البسبوسه، خلاص؟ نص كوبايه من الدقيق الابيض، كوبايه من الزبادي، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من السكر، اتنين بيضه، معلقه بيكنج باودر صغيره، ورشه ملح. ده كده الايه؟ مقادير، وهقولها تاني وتالت وعاشر يعني. دي البسبوسه اللي بالبيض. ومش هتحسي بزفاره البيض خالص، ولا هتحسي بيها من جوه، انما هتحسي بيها بحاجه حلوه، هتحسي بسبوسه طريه جدا. طيب الشربات بقى، شرباتها كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصير ليمونه، وميه زهر. الميه الزهر دي اختياري، ممكن ممكن لا، بس انا يعني اللي ما بيحبهاش ما يحطهاش، عشان في ناس كتير مش بتحبها، بس هي بتخلي الـ 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 الحلو بتاعنا حاجة حلوة قوي يعني. بصي بتخليها كده إيه، محلات شهيرة كده بتبقى ممكن عاملة الحاجة عادية جدا، وبنقطتين مية زهر يعني بيخلي الحاجة في حتة تانية، في حتة تانية. فهي نقطتين مية زهر أو نقطتين مية ورد كده بتدي ريحة حلوة قوي. بس عايزة أقولك يعني خليكي حريصة إن يكون العيلة بتحبها، لان هي ما فيهاش افاده غير ان ريحتها حلوه بس، يعني ما فيهاش حاجه جامده ان انا لازم احطها، او شرط لو ما حطيتهاش هتبوظ. لا عادي جدا، ممكن احط فانيليا مش مشكله، بس هي للي بيحب ميه الزهر او ميه الورد هي حلوه قوي صراحه، يعني مديكي حاجه غنيه، مخلي صينيه البسبوسه غنيه. يعني انا اول ما عرفت الموضوع دوت كنت بشتري مشبك من مكان معين، فكنت بحبه قوي المكان ده، وكل ما اروح المنطقه دي لازم اجيبه، ومش عارفه ليه حاسه ان هو غني حلو قوي واغلى من اللي بتشتريه من مكان تاني. المكان التاني عادي، انما ده يعني، او على فكره يعني انا خدت بالي بعد شويه ان هو فيه مجرد ان فيه نقطتين ميه زهر، فمخلي الحاجه بتاعته الحلوه ريحتها حلوه قوي يعني، بس بيحطه قليل قوي يعني. ايه انت مش شميها كده، فانت اعملي كده يعني، بلاش تبقى معلقه صغيره، حطي نقط بس. وفي بيحطوها على الرز بلبن، بس ناس كتير ما بتحبهاش بالرز بلبن يعني، فلازم تكوني حريصه ان حد بيحبه. ان انا مره عملتها برده من حبي في ميه الزهر، انا بحبها جدا ميه الزهر وميه الورد، فروحت عامله كميه رز بلبن وحطيت عليها ميه الزهر، طلع ان عندنا في العيله ناس كتير جدا مش بيحبوا ميه الزهر وما كلوش الرز بلبن.
خلي بالك دايما الحاجات دي بتبقى ايه برضو بناخد اراء الناس فيها، مهمه قوي. واللي كمان ما ترباش عليها يعني جات له جديده مش هيحبها، انما اللي واخد عليها ومتربي عليها لا خلاص بيحبها. فمثلا لو اديها الاطفال الصغيرين هيحبوه، مش هيقولوا لا. تمام. طيب هحط مش هحط دلوقتي البسبوسه دي. البسبوسه دي بقى حلاوتها ان هي شروطها مش كتير، يعني الشروط اللي انا عامله غير البسبوسه العاديه، ولازم اطلع ده واحط ده سخن يعني لو العسل دافي شويه مش مشكله، انما التاني كان لازم سخن على سخن. البسبوسه العاديه يعني ليها شروط كده معينه، هنا لا، هنا ان شاء الله ان شاء الله انت ضامنه نجاحها باذن الله. تمام. والعسل بيكون سخن دافي شويه، سخن دافي يعني مش زي البسبوسه العاديه لازم تكون سخنه قوي ولازم اغطيها حاجات كده، لا ده يعني دي بنسهل على نفسنا شويه. طبعا الفرن بيكون سخن، هيكون سخن على كام؟ زي الكيكه، على 180 درجه 190 درجه كده حسب الفرن اللي عندك. يعني انا الفرن ده بعمله على 200، الا على 200 يعتبر، لان هو الفرن ساعات يبقى ضعيف ساعات يبقى ده مثلا لا ده حامي قوي انا عندي ما شاء الله يا ده يا ده ما عنديش حل وسط. فهنا اما يكون الحراره عايزاها كده بعلي شويه عن ال 180 كده. بقول لك انت نفس الحكايه في الفرن بتاعك، خلي بالك برضو لو انت فرنك ما فيهوش درجات خليه على الدرجه الوسط، انت بتحكمي فرنك لان درجات الحراره هنا مش مقياس، لا هنا مقياس في الحاميه ولا هنا مقياس في الاثنين. انا عندي الاثنين ما شاء الله ما عندهمش مقياس خالص، يعني هي 180 بديها 200، هنا ال 180 بديها 150. فانت ايه لازم تدرسي الفرن بتاعك. تمام. طيب هنا بقى هنجيب ايه شويه زيت بس كده، ندهن الصينيه بالزيت عشان نعطلها كده كده بالزيت، والزيت ما يكونش ليه ريحه حاجه مهمه جدا. طب انا عايزه اعمله بالسمن، اعمل ايه بالسمن؟ عايز براحتك. تمام دهنها كده حلو اهو، حابه تحط لها جوز هند حط لها جوز هند، ايه رايكم؟ ممكن احط لها جوز هند في الطبطينه. استنى ما اشوف عندي ولا مش عندي، شوف عندي ولا مش عندي. عندي جوز هند. يعني ايه؟ يعني ده اختياري، يعني يا تحطي جوز هند يا ما تحطيش، ده عادي الاستغناء عنه عادي. عندك حطي، ما عندكيش مش مهمه، ده دين الصينيه وخلاص ماشي. بس هي بتخلي ريحه الصينيه حلوه برضو، يعني من ضمن الحاجات اللي بتخلي ايه جربيه كده في الجناب عشان ياخد الجناب كده. بطنت الصينيه كاني بطنها بالدقيق. تعالوا بقى للشربات بتاعنا، نحطه على النار قبل ما نبدا فيها عشان كده كده انا مش عايزاه سخنه قوي عادي يعني. فعندي هنا كوبايتين ميه، كوبايتين سكر، عصره ليمونه، واخليها معاها كده واحطها على النار. القشره فيها اهي موجوده، احطها على النار خليها تغلي بقى ايه، تبقى عسل خفيف مش عسل تقيل. عسل البسبوسة يعني هيغلي لمدة قد ايه؟ هيغلي لمدة 3 دقايق كفاية، بيبقى خفيف خالص. تعالوا هنا بقى هنخلط بقى ده كله على بعضه. هنقول بقى بالراحة معايا اهو، كوبايتين دقيق سميد، كوبايتين دقيق سميد اهو. لا ده البولة صغننة دي، انا ايه اللي يزنقني؟ في البراح شويه اللي هو دقيق البسبوسه ماشي، بسم الله. دقيق ابيض عادي نص كوبايه، بيكنج باودر نص معلقه صغيره، سكر نص كوبايه، ونقلبهم مع بعض. كوبايتين دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة، نص كوباية دقيق أبيض، نص كوباية
سكر، رشة ملح، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر أو معلقة صغيرة مش مليانة بيكنج باودر، تاني كوبايتين دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة، نص كوباية دقيق أبيض اللي أنا حطها هنا دلوقتي، كوبايتين دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة، نص كوباية دقيق أبيض، نص كوباية سكر، رشة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. حلو الكلام اهو. هنيجي بقى هنا هناخد 2 بيضة و2 باكو فانيليا، نص كوباية من الزيت او السمنة، كوباية من الزبادي اللي هما علبتين يعني علبتين صغيرين، ما عندكيش يبقى كوباية من اللبن وحطي عليها معلقة خل وقلبيها وسيبيها شوية بس. هنقلب بقى دول كده الأول، بقلب ايه؟ كوباية الزبادي اللي هم علبتين صغيرين مع 2 بيضة مع فانيليا مع نص كوباية زيت، واروح مقلباهم لوحدهم الأول وبعدين اخلطهم مع المواد الجافة. ايه هي المواد الجافة؟ اللي هي كوبايتين دقيق السميد اللي هم دقيق البسبوسة، ونص كوباية السكر، ونص كوباية الدقيق، ومعلقة البيكنج باودر الصغيرة. حلو الكلام. وهناخد هنا دي صينية مدهونة بالزيت ومحطوط لها جوز هند، ما عندكيش جوز هند مش مهم. وننزل بقى كده الايه دي البسبوسه اللي بالبيض. صينيه بسبوسه مقاس كام دي؟ دي مقاس 28، مقاس 28 عشان ما لو انا عملتها مقاس 26 او مقاس اصغر يعني تطلع ايه الصينيه البسبوسه تخينه، ولو عملتها مقاس 30 بتطلع البسبوسه ناشفه. ف 28 في الخلطه اللي انا عاملاها دي حلو. بس استنى عليها ثواني وادخلها الفرن. بصوا هنا بدأت تغلي، من بعد غليانها هنحسب الثلاث دقايق، من بعد غليانها هنحسب ايه الثلاث دقايق، مش من اول ما احطها، لا ما انا معرفش هي غليت امتى، بعد ما حطيتها ثلاث دقايق واروح ايه على طول هحط ميه الورد او ميه الزهر نقط واطفي عليها، بس ثلاث دقايق كده عشان تبقى اديها سنه سمك بس. هدخل بقى دي الفرن اهو خلاص. انت بس سيبيها كده ايه برضو دقيقتين ثلاثة الأحسن، يعني الأحسن أي بسبوسة بنعملها سوى دقيقتين ثلاثة وندخلها الفرن، بتبقى النتيجة إيه؟ هو مسخنش قوي ليه؟ طب نعديها شوية وبعدين نبقى نرجعها تاني، نسخنها ونرجعها تاني مكانها. تمام؟ هحط بس قدامكم عشان لو طلعت فاصل تبقوا أنتوا شايفين الإيه؟ انا بحط قد ايه ميه الورده وميه الزهر. بصوا نقط بصوا كده بس لان هي بتاثر جامد جدا، فاللي مش واخد عليها يخلي باله منها بالملي. وانا خلاص دقيقه وهشيلها، انا بصف الساعه اللي قدامي هدخل الفرن اهو. انت ليه مش عايز تسخن؟ في ايه مالك؟ لا ما ينفعش تدخليها على الفرن بارد كده، خلي بالك انا هستنى عليها شويه شوف بس فيها ايه، مش عايز يسخن ليه؟ انت مش عايز مين انت فوق تاني؟ يا نهار اسود. استنى عليه شويه
بس كده، ده كل الموضوع بتاع الحلو النهارده. النهارده بقى هنعمل بعد ايه تاني؟ النهارده بقى عندنا وصفات تانيه لذيذه جدا هتعجبكم، بنعملها من السنه للسنه. وهي طب يا اماني، اسراء، يا اسراء صباح الفل، ازيك؟ بحبك جدا والله حبيبتي، ربنا يخليك. انت عامله ايه، اخبارك ايه؟ بكلمك من زمان، من ايام رمضان بعمل كل حاجات. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، بتطلع جميله والله. تسلمي لي. طب قولي لك اي سؤال. تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. الله يسلمك، الله يسلمك يا حبيبتي. اي لاف يو حبيبتي، انا كمان اي لاف يو تو. لا شكرا، بطمن عليكي بس حبيبتي. شكرا جدا، شكرا، صباح الفل. طيب هنطلع فاصل وهقول لكم هنعمل ايه بعد الفاصل. يلا بينا فاصل ونواصل. وجاي من فاصل، الشربات خلاص شلته من على النار، بس مخلياه ايه يعني، لو عوزت الناس البسبوسه ما دخلتش، فلسه هدخلها دلوقتي عشان كان الفرن بيسخن زي ما قلت لكم، ما ينفعش ندخلها على بارد، لازم ندخلها والفرن سخن. فكنت لسه سايباها ولسه مدخلها معاكم دلوقتي اهو، خلاص عشان نبقى فاهمين التكات كلها. طيب نتغدى ايه بقى؟ نتغدى ايه؟ عندنا النهارده غدوه لطيفه قوي، الموسم بتاعها، وهي السبانخ، بس مش هعملها دلوقتي، هقول لكم عاملها امتى. هنعمل حاجه، انا بعمل دايما الحاجه تاخد سوا الاول، اخلص منها ونخش في الايه، في الحاجه اللي بتخش سوا كتير. بس الاول هنعمل، انا بطبخ لكم سبانخ، في بيعملوها باللحمه، بس انا مش بحبها باللحمه، يعني مش بحب اللحمه جوه السبانخ، يعني كتير بيحبوها قوي اللحمه جوه السبانخ دي، يعني بيقولوا بتطعم السبانخ، بتطعم اللحمه، بتخلي اللحمه طعمها حلو. انا بحب اللحمه بره، تمام. فانا النهارده مش هسلقها، هعملها كباب حله، يعني اللحمه اللي هي جنب السبانخ، لو انتوا عايزين تعملوا لحمه جنب السبانخ اعملوا، مش عايزين خلاص، هي متكامله غذائيا لوحدها، زي الناس بتوع زمان كده كان السبانخ والحمص وانتهى. فانا برضو عاملاها كده، بس قلت ايه، اراضي جميع الاطراف، ولو حابين تاكلوا جنبها لحمه هناكلها كباب حله لوحدها. كباب الحله من الحاجات المطلوبه قوي وسهله ولذيذه وبتخلي اللحمه في حته تانيه، غير لما تكونوا مسلقاها ومحمراها، بس لا دي حاجه تانيه خالص. اللحمه لما نشتريها نشتريها ملبسه، يعني فيها نسبه دهون بسيطه، ما تجيبهاش حمرا خالص، ما بيبقاش فيها شوربه، ما بيبقاش فيها دسم، ما بتبقاش فيها طعم اصلا، بتبقى عامله زي الكاوتش بصراحه. فالاحسن لازم يكون فيها سنه ملبس، تمام، سنه دهون. فانا جايبه هنا نص كيلو من اللحمه قد بصل، يعني اللحمه قد البصل، نص على نص، كيلو على كيلو، زي ما تحبي، تمام. وسمنه، ورق لورو، حبهان، وفحم ده للاخر خالص، ده كباب الحله. فانا هحطه على النار دلوقتي عشان ياخد وقته. نقول بسم الله، بسم الله، بسم الله. هناخد معلقه سمنه كده كبيره، ايه الطريقه بقى، خدوا الطريقه ماشي، عشان ان شاء الله تطلعوا الحاجه مظبوطه. هناخد، لو عندك مستكة حطي، حبهان، ورق لورو، وننزل اللحمة عشان تبطل تشطشة. كمية اللحمة زي ما انت عايزة، انا عاملاها ايه، قطع مش كبيرة، قطع صغيرة عشان تستوي بسرعة، كل قطعة ما تكون اصغر تديك ايه، تستوي اسرع، غير لما تكون ايه، هبرة كده ولا هبرة. هبر هبر. تمام. وهحط لها شويه فلفل اسود. كباب الحله سهل جدا، يعني بدل ما تسلقي اعمليها بالطريقه دي. انا مش عايزه شوربه، لو عايزه شوربه عشان السبانخ خلاص ممكن تاخدي من البصل بتاعها شويه وحطه على السبانخ، زي ما هوريكي دلوقتي هنعمله ازاي. عندك شوربه من قبل كده ماشي، بس هي اصل كباب الحله ما بيبقاش فيه ايه، ما بيبقاش فيه الشوربه، كباب الحله بيبقى ناشفه خالص، حتى انا جايبه لها فحم عشان تبقى كباب كباب يعني على اصله، ما يبقاش سمعه بس، لا لا لا، ده فيها فحم ومظبطينها يعني. احب الكاميرا دي موت. تعمل كده، ما هي الثانيه بالعرض دي بالطول.
ادي المخ ب 2 جنيه ونص عشان اعمل الكاميرا دي. اشتري الكاميرا قبل ما ادخل على طول. تمام؟ فادي كده اللحمه طبعا اي نوع لحمه انتوا عايزينه، اي نوع لحمه. لو انت شاكه، هقول لك معلومه صغننه عن اللحمه، لو انت شاكه ان اللحمه دي هتاخد سوا معاكي او حاسه ان هي كبيره، بصوا العرض جاي اهو. يلا ماليه دعوه. كاميرا السبب، ماليش دعوه خالص. احط ميه، حله فيها بوله كده فيها ميه، فيها شويه خل شويه سكر ودوبيهم، وحطي فيها اللحمه قبل ما، لو انت عندك وقت يعني وحاسه ان اللحمه هتاخد سوا، اعملي كده. بوله فيها ميه، فيها شويه خل وشويه سكر، وقلبيهم ونزلي فيها اللحمه نقعيها شويه على ما تقطعي البصل بقى وتجهزي كل الكلام ده. تمام؟ هنا بقى انا عملت ايه؟ ولا حاجه خالص اهو، لسه يا دوبك شوحت اللحمه الاول، ولا الرولو والحبهان، ولو فيها فص مستكه ولا حاجه حطيه، وبعدين نزلي عليه اللحمه تاخد بس اللون ده كده خلاص. هنزل عليها البصل الكميه كلها، ده هياخد قد ايه سوا؟ حوالي ساعة. ده هياخد حوالي ساعة سوا. اهو. هحط لها سنة بهارات لحمة. ماشي؟ الملح بسيط قوي مش كتير خالص. التمليحة بسيطة قوي. وهروح بقى ايه؟ ركناها على نار هادية. لسه حطاها. تمام؟ اشيل بس الشربات كده هنا واغطي دي، وهسيبها على نار اهدى. ماشي؟ هسيبها ايه؟ هسيبها على نار هاديه. وتعالوا نعمل رز بقى. هنعمل رز بايه؟ هنعمل رز بلسان العصفور. شويه رز كده، مش هعمل كتير عشان ايه؟ السبانخ، عشان السبانخ بس. في ناس بتحب السبانخ بالعيش، وفي بيحبوا رز بالشعريه، وفي بيحبوا رز ابيض. فانا النهارده هعمله بلسان العصفور، بس لو حابه تحط الشعريه مكان لسان العصفور ممكن. والاغلبيه بيحب ياكلوا السبانخ بمعلقه. السبانخ دي بتزورنا كل مده، مش دايما يعني، مش عارفه زعلانه مننا ليه. هي زعلانه مننا، مش عارفه زعلانه منها صراحه. الواحد بينساها، بس الاقبال عليها مش قوي. تعالوا بقى هنا هنحط ايه؟ سمنه. يا ام شيماء، ام شيماء صباح الفل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ عامله ايه يا نزهه؟ الحمد لله. زي حضرتك، عامله ايه؟ لسه معاكي. يا حبيبتي ازيك؟ صباح الفل. صباح العسل. الله يخليك. صديقة البرنامج ام شيماء، اهلا وسهلا. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله انت عامله ايه؟ انا تمام. ما انت يا قمر منوره الشاشه حبيبتي، انت اللي منوره ومنورانا والله. صباح الهنا عليكي. صباح الخير، ربنا دايما يعافيك ويصحى كده يخليكي لاسرتك يا رب. امين يا رب العالمين، احنا وانت يا حبيبتي. متشكره جدا لذوقك، صباح الهنا عليكي. طبختي سبانخ ولا لسه يا ام شيماء؟ دايما نطمن عليكي كده بخير يا رب. الله يكرمك. قولي لي السبانخ عندكم اخبارها ايه؟ طبختها ولا لسه؟ السبانخ طبختي السبانخ ولا لسه؟ انا طبختها طبعا. والله خلاص جت عندكم الموسم بتاعها خلاص، اول مره نعملها السنه دي. ايوه جميله جدا. ما شاء الله ما شاء الله. بتعمليها كم مره في السنه كده يا ام شيماء السبانخ؟ انا بصراحه بعملها كتير كتير، انا بحبها. ما شاء الله. فيها حديد وفيها معادن حلوه. طبعا هي مغذيه جدا، بس ناس كتير جدا يعني بتزورهم مره في السنه. لا انا ساعات بعملها مش كمان، بس ما شاء الله ما شاء الله. لا هي مغذيه جدا وحلوه جدا طبعا، عايزه اكترها السنه دي. ده نزلت حديث حلوه قوي ومغذيه جدا. ما شاء الله. اللي فيها بتحطي اللحمه جوه ولا بتحطي اللحمه بره؟ ما تيجي تعمليها بشوحها بقى زي ما انت مشوحها اللي في البصل ديت كده. بس تشويحه كده، وبعدين بحطها عليها جوه السبانخ، جوه السبانخ صح؟ تمام.
صباح الفل عليك. اه ناس كتير بيحبوا قوي ان اللحمه تكون جوه السبانخ، يعني كانت ثقافه كده الطبيخ ابو لحمه، وناس كانوا لا اللحمه لوحدها والطبيخ لوحده. انا كنت احب قوي اللحمه اللي جوه الطبيخ دي، ان في السبانخ لا ما حبيتهاش قوي، انما في الطبيخ بقى لوبيا وفاصوليا والكلام ده لا كنت بحب قطعه اللحمه اللي جوه الطبيخ. كنت بعمل حاجه هوريها لكم، نيجي نطبخ تاني بقى ان شاء الله هوريكم. كنت بعمل حاجه في الطبيخ لذيذه قوي برده، يعني مثلا انا بطبخه فاصوليا ماشي وباللحمه، هعملها قدامكم برده بس هقول لك عليها عشان اللي حابب يعملها. يعني طبخه فاصوليا باللحمه، يعني بحمر اللحمه الاول واحط لها البصله، وبعدين احط عليها صلصه عصير الطماطم واسيبه يتسبك وكل الكلام ده كله، وبعدين اروح عامله ايه، حط عليها الفاصوليا البيضه واسيبها تغلي غلوتين، واروح حط باللحمه كله باللحمه كله، واروح هتصبها في صينيه ومدخلها الفرن. فاللحمه بيبقى نصها باين من الفاصوليا، مش غويطه، مش صينيه غويطه، لا صينيه مفتوحه كده تشقشق بس كده جوه الفرن، فنص اللحمه يبقى محمر من فوق ومن تحت طايل الصلصه، فكانت بتبقى جامده جدا. فجربوها ان شاء الله هعملها معاكم، وانا عارفه العملي غير الكلام خالص، بس يعني ايه ان شاء الله اعملها معاكم ان شاء الله على خير، تبقى جميله جدا عشان اللي عايز يطبخ من اليومين دول يعملها كده. ادلقي الصينيه بقى الحله جوه صينيه ودخليها الفرن كده، تاخد ايه وش حتى بس وش بس، بتودي الطبيخ في حته تانيه، بتخلي الطبيخ بتعمل له كده قيامه كده. بص وصلنا على العصفور بدل الشعريه، تمام، حبهان برده هنا لو فصين مستكه يبقى قمر قوي، مفيش خلاص، ورق لورو برده، والرز حط عليها الملح، معلقه ملح صغيره، والميه المغليه بس كده. تمام، هتغلي وهدي عليها النار. مين بيحب في الرز دوت الحروقه اللي تحت اسمها ايه؟ الرز المحمر، تعرفين اللي هو المحمر، الرز المحمر اللي تحت ناس كتير ما تعتقدش بيه خالص، لا لا لا، ايه رز محروق او قعر الحله اللي تتكلموا عليه دوت، لا 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 ما بنحبش الكلام ده، وفي ناس بتتخانق عليه. لقيت بقى، لقيت ايه، طرق يابانيه، يابانيه يابان بيعملوا ايه بقى، بيطبخوا رز عادي جدا، وبعدين يروحوا جايبين، وطي بس عليه، يروحوا جايبين طاسه واسعه كده. طب ام مصطفى الاول لكم بيعملوا ايه. يا ام مصطفى، يا ام مصطفى صباح الخير، ازيك يا حبيبي عامله ايه، ازاي حضرتك عامله ايه، ازيك انت وازاي اسرتك واسره البرنامج، الحمد لله يا حبيبتي كلهم بيحيوكي، صباح الفل عليكي، عامله ايه يا حبيبتي، الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب، متشكرين على تعبك، تسلمي تسلمي، ازاي تعبك راحه والله، ورانا الله يكرمك يا رب، تعبك راحه يا حبيبتي. قولي لي السبانخ عامله معاكي ايه يا ابو مصطفى، السبانخ بتحبي السبانخ ام مصطفى، يا ام مصطفى، طب كلمينا تاني يا استاذه بوسينا، صباح الفل حبيبه قلبي، صباح الفل عليك، ازي حضرتك عامله ايه، ازيك يا ست الكل، الله يكرمك الحمد لله، انت عامله ايه، اخبارك ايه، رجعتيني الايام الحلوه، دايما بترجعيني الايام زمان الحلوه يا نوجه، والله الاكلات الجميله بتاعت زمان دي، اه صح بقى بتاعت زمان فعلا، اللي عيالنا مش راضين ياكلوها، ما ده اللي انا بقوله، بينسوها خالص، انا هضطر احطها لهم جوه فطاير، جوه مكرونه، جوه حاجه، لكن السبانخ، سبانخ زي ما هتعمليها كده لا، نسيوه نسيوه، ما بيرضوش، ما انا بقول لك السبانخ بقت تزور البيت مثال السنه، او ممكن تعدي السنه من غير ما تزورها طبيخ السبانخ ده للاسف، مع ان هو كان زمان كمان خلاهم يستسهلوا بالظبط، بس طبعا الطازه غير، الطازه غير، يلا يعني. ربنا يهديهم. يا رب، ما هو بقى احنا ما ناخدهم عليها ونقول لهم ان هي مفيده ليهم ولاولادهم كمان، يعني هم لازم يطبخوا الارض الطبيخ ده، يعني لازم يعملوا لاولادهم عشان يطلعوا يكبروا واخدين عليه، يمكن
احنا قصرنا شويه ان هم مش صغننين خالص، مثلا اول ما يعدي السنه نبدا نديله الاكل ده هتلاقيه طالع بيحبه، انما احنا لما بنطنش ومش بنديهم فيبقوا بيطلعوا بقى لا هم مش شايفينه قدامهم على طول فمش حابينه، انما احنا لما نكبرهم عليه حتى لو انت ما بتحبهاش لا خلي الاولاد يحبوه، اعمليه عشان هم ياكلوه تمام. فطبخات كتير جدا مفيده جدا وصحيه جدا احنا مش بنعملها كتير، فطبعا الاولاد مش بيشوفوها فخلاص يطلعوا بقى لسه هيجربوا خلاص مش بيحبوا، فدي حاجه مهمه جدا لازم تعملوها والله دي حاجه حلوه، دي حاجه حلوه جدا، فازاي ما نحبهاش ومفيده. يا ام مصطفى. ايوه حبيبتي. ايوه يا جميله ازيك. كنت بتقولي ايه؟ كنت بقول لك بقى السبانخ بتعملي فيها ايه؟ والله احنا بنعملها بحبه رز. برز؟ اه. وطبيخ عادي او حمص؟ او حمص. انا النهارده هنعملها بحمص. اه ماشي، يا حمص يا رز. حلو قوي. ايه اللي بتعمليه جنبها، عيش ولا رز بقى؟ نعم. ايه الاكل اللي جنبها، عيش ولا رز بتفضلوا ايه؟ لا رز عادي بشعريه. رز بشعريه عادي. اه تمام تمام. بس هو الطبيخ العادي مفيش حاجه تانية بتعمليها فيه؟ الطبيخ العادي اه، اللي هو الصلصه بال البصل بالصلصه ونحط حبه رز معاه. جميل جدا. او حمص طبيخ. تمام. بتعمليه كام مره في السنه بقى السبانخ دي؟ انت عملتيها جميل حبيبتي، تسلم ايديك يا رب خليكي. قولي لي كام سنه بتعملي إيه؟ كام مره بتعمليها في السنه؟ شكرا يا حبيبتي، تسلمي لي. تسلمي لي يا رب. هي ما سمعتنيش بس هي يعني ايه، الناس بتوع زمان بيعملوها كتير، يعني اول ما بيخش السبانخ في الشتاء لا لازم يجيبوها وبيعملوها كتير جدا زي ما قال كده مرتين ثلاثه في الشهر، غيرنا احنا او غير الاصغر مننا كمان ما بيعملوهاش خالص، مره في السنه. شكرا، كل سنه وانتم طيبين. السبانخ جت، اهلا وسهلا. في بقى في حاجه اتنست تماما بقى، الخبيزه دي خلاص بقى دي راح حالها خالص. فين يعني؟ لازم في الارياف عشان بتطلع قدامهم بيعملوها بس ما حدش بيعملها، اه ما حدش يعرفها. فالخبيزه من برضو من الحاجات المفيده جدا وبرضو منسيه، موجوده على قليل جدا، موجوده للناس اللي عارفاها الذكريات. لا احنا عايزين نحيي هذه الذكريات لانها ذكريات مفيده جدا، وزي ما قلت كانوا زمان ليه اقوياء، ليه صحتهم حلوه، ليه بيعرفوا يتحركوا ونشطه والكلام ده كله، مش معتمدين ابدا على اللحمه، على اللحوم لا خالص. كانت ايام كتير جدا بيبقى الخضار الحلو دوت اللي هو كله فيتامينات مع شويه عيش او شويه رز خلاص. اللحوم برضو خلي بالكم من كترها مش حلو، اه هي مفيده وكل حاجه انها بالمعقول، انما كترها وكده لا خالص. يعني عادي لما نرجع زي زمان يا جماعه، عادي جدا، مش ضميرنا مش مقلبنا خالص. يا ابو سينا انا رجعت تاني حبيبتي، نورتيني. قبل ما اسالك سؤال اتفضلي اموري. تسلمي لي حبيبه قلبي. الله يكرمك. بالنسبه لقرع العسل يا نوجه، انا ما بينجحش معايا خالص، بيطلع مياني قوي وطري، ما اعرفش مع اني بصفيه كويس قوي قبل ما احطه في الصينيه، ما اعرفش ليه بيطلع مياني وطري كده. هو انت عايز تعمليه بالبشاميل؟ نعم. ولا عايز تعمليه ايه؟ عايز تعمليه بالبشاميل؟ اه صينيه قرع بالبشاميل صح؟ اه. طب حاضر عيني هقول لك عليها. بصي صينيه القرع بالبشاميل احنا طبخين وعمال ارغي معاك كويس جدا على فكره. حلو معايا وقت يعني. بص عملنا طبخين عشان ما عندكوش حاجه. بصوا عملنا ايه؟ عملنا اللحمه كباب الحله وعملنا الرز وفي دقايق وانا واقفه معاكم، فعشان ما حدش يستصعب ويقول انا لسه هعمل اكل. ما شاء الله احنا الدقايق الاولانيه عملنا منها صينيه اهم حاجه النظام، ان يكون حاجتك قدامك، دي حاجه مهمه جدا، تكوني منظمه في المطبخ. عملنا البسبوسه بتاعتنا اهو ما شاء الله في دقايق، وعملنا الدقايق التانية طبخنا وخلصنا، فاضلنا بس السبانخ هنعملها في الفصل اللي جاي، وهعمل لكم مشروب حلو برضو. طيب هقول لك بعد الفصل، اوكي؟ وفاصل ونواصل. على قد الايد، على قد الايد. ورجعنا من الفاصل ودلوقتي بنكمل مع بعض وصفاتنا. نبص بس على البسبوسه علشان ايه؟ هي كده اه لونها كده حلو، ولا نسيبها كمان شويه؟ هي استوت ما شاء الله اهي، بص اللون بتاعها، سيبها سنه كمان صح؟ سنه كده تاخد اللون الحلو بتاع المحلات ده.
بس كلمة صغيرة. طيب ممكن اجيب بس العسل كمان. لا اسخنه شوية على ما هي تاخد اللون بتاعها يكون هو ايه سخن. بسم الله بسم الله. احلى كلام ايه يا اولاد يا اولاد تعلمناه صح. الرز استوى على فكرة ما شاء الله. خلاص اللحمة زودتها سنة مية بسيطة. دي بقى بيرجع لإيه؟ للمية في اللحمة أو في البصل. لو هي ساعات تلاقيها مالت مية لوحدها وخلاص مش محتاجة أي مية تانية خالص، يعني تستوي منها للبصل بس. وساعات لأ، ساعات تلاقيها إيه لأ بدأت تنشف. ده بيرجع للمية اللي في البصل برضو وفي اللحمة. لو ما نزلتش كتير خصوصا كمية البصل، يعني كمية البصل هنا لأ مش كبيرة قوي، معناها قد اللحمة بس برضو مش منزلة المية اللي أنا عايزاها، لقيتها بدأت إيه؟ تنشف. رحت مديها كوباية مية مش كتير بس، تمام؟ وبسيبها تستوي على نار هاديه برضو زي ما بصوا تعيش عيش حياتك. طيب تعالوا بقى للسبانخ اللي بنتكلم عليها ومالين الدنيا كلام دي. احنا هنعملها سخن بس الحله برضو. طب انا ممكن احط دي هنا ودي هنا. تعالوا انت هنا كده. تمام ودي نشغلها. عشان نعمل ايه شويه السبانخ بس دي حله صغيره على السبانخ دي. لا انا عايزين حله اكبر حله اكبر. هي دي كبيره على السبانخ بس مش مهم. يعني كبيره احسن تكون صغيره. صغيره بقى هتدلدق وتضايقنا. هنطلعه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بس حلقة التكنيك. حط الحل الأكبر. نشتغل براحتنا بقى. نقلب بقى يطلع أكتر مش مهم. إنما دي كانت هتضايقنا كده. نقلب كده. تعالوا بقى نطلع الإيه؟ البسبوسة. صغيرين كمان دي بس تبدا ايه تسخن كده وهروح ايه مطلعاها على طول تاخد اللون الحلو بتاع المحلات اللي بيبقى لون عارفين لون اللي ايه البيج الغامق ده كده بده بيبقى لونه حلو قوي بتاع يعني اصبروا على الحاجه اصبروا عليها بس راقبوها لان المرحله دي بتبقى خطيره يعني يا ان ان يا ان ان يا ان كده حلو قوي عارفين كده ايه اللهم احفظنا لا مش هنعمل كده مش حاجه غاليه وهنرميها يعني. تعالوا بقى نعمل ايه؟ هنعمل السبانخ. طيب نقول مكونات السبانخ. انا النهارده انا هعمل لكم سبانخ كتير على فكره، هفكركم كل شويه هفكركم بالسبانخ وان شاء الله هتحبوها. فالنهارده هنعملها بالحمص زي ناس زمان كانوا بيعملوها بالحمص المسلوق. حمص بنسلقه بس شويه. مع انهم كانوا زمان مش بيسلقوه، بيحطوه في وسط الاكل ويسيبوا السبانخ لغايه ما يستوي فيها الحمص. انا عشان اتخطى ده بسلقه وباخده بميته عادي. وعندي عصير طماطم وبصل وتوم كزبره ناشفه كزبره خضراء وسمنه والسبانخ القمر دي ما شاء الله عليها جميله جدا. تمام تعال نطمن على العيل ده عشان ايه. نطمن على الاولاد الاول وبعدين نخلص عشان ما ننساهاش. نخش في الطبيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. حط عليها سخنه بقى كده. حط وبتشرب ريحه الشربات جميله بس تلاقيها بتنفش بقى. استنى عليها شويه. شايفين بتشرب ازاي؟ اديها تاني. هي بتاخد الكوبايتين كلهم. يعني هو ده ان شاء الله المقاس المظبوط كوبايتين على كوبايتين. وبعدين عايزاها بقى طريه. بص في حاجتين عايزه وشها مقرمش ولا وشها طري. وشها طري يبقى هنغطي وشها مقرمش نسيبها زي ما هي كده. تمام
كده ده اللي بيحبوها والشاطر، الاغلبيه بيحبوا البازوكه والشاطري. فيبقى ايه؟ هنغطي. خلاص؟ هنغطي ونسيبها في حالها كده على جنب. تعالوا بقى نكمل الطبخ بتاعنا. هناخد بقى هنا لسه بانخ، لسه بانخ. السمنه. معلقه سمنه كبيره. ماشي. معلقه سمنه كبيره حلوه كده. ندخل بقى النار اللي مش عايزينها دي. شكرا. هسخنها بس وخلاص. هنحط زي ما بنطبخ طبيخ عادي جدا، يعني طبيخ السبانخ مش صعب خالص، للي لسه بقى هيخش في السبانخ جديد ولسه هيعمل معانا اكل السبانخ دي اول مره يعملها. قريب بنت عم الباميه، بنت عم الفاصوليا، بنت عم اللوبيا، بنت عمهم. تمام؟ اخوات؟ لا مش اخوات قوي لان في حته بعيده شويه. بيقولوا اخوات، لا مش اللوبيا والفاصوليا اخوات. ماشي؟ انما السبانخ بنت عمهم لان بنزود لها حاجات ونشيل حاجات. ماشي؟ فاحنا كاننا هنعمل ايه؟ طبيخ عادي. شوح البصله اهو، بصله مفرومه كده حلوه كبيره طعامي، او ابشريها لو مش عايزه البصله تبقى باينه ابشري البصله. بصي بقى، عشان السبانخ يبقى ليها طعم البصله دي بتاخد سن التحمير، بتاخد ايه؟ سن التحمير، يعني لونها يبقى اصفر مغمق مش محمر قوي، بس لا يعني داخله حلوه يعني واخده داخله في الطبيخ بقى مشوحينها تشويحه حلوه. فتشويحه البصله دي بالطعم حلو قوي للاكل. وبعدين كده شويه ملح وفلفل واسيبها على النار شويه. حلو الكلام؟ لغايه ما تصفر. كل شويه اقلب فيها، كل شويه اقلب فيها. هنشيل البسبوسه من هنا، نجيب لها بس ايه؟ مش بلانشايه، نحط هنا. خليها متغطيه كده. بسم الله. يعني انا النهارده انا حاولت بحاول قدر امكاني ما يكونش فيه نسخ، يبقى كله على الهوا معاكم، لان وقتي حلو يعني وقت الحمد لله من ساعة وربع لساعة ونص، فإن شاء الله بنلحق نعمل أكل. وأنا ببقى قاصدة قوي إن أنا ما أعملكوش نسخ في أغلب اللي على قد ما ربنا يقدرني يعني، طبعًا في ساعات ما بقاش خلاص ما ينفعش، الموضوع بياخد وقت أكبر. أعمل في وقت صغير بحيث إن الصغيرين اللي لسه بيتفرجوا يبقوا عارفين بصوا إحنا قد إيه بنعمل الحاجة الحمد لله، مش عشان أنا شاطرة أو إيدي واخدة، لأ عشان نظام. بنظم الوقت، بنظم الحاجه في المطبخ اطلعها بسهوله ما تبقاش مكركبه كلها فوق بعضها. فالنظام ده نص الوقت بتاعك بالظبط في الطبخ، نص الوقت. إيه انا حاطه هنا مثلا اللي بتفرم البصل مش عارفه ايه كده، فاهمين ازاي؟ هتلاقي نفسك بتطبخي بدقايق. انا اللي علمني السرعه في الاكل دي اولادي هم صغيرين، اولادي هم صغيرين، كنت لازم ببقى ايه؟ اعمل اكل بسرعه يعني ما عنديش وقت، فاهمين ازاي؟ فكنت لازم مثلا طبعا كان اجهاد بقى، وكان مدرسه دروس تمرين مذاكره في البيت، فكان خصوصا في الدراسه يعني في الاجازه الموضوع بيبقى مبحبح شويه، فكان سرعه ان انا اطبخ دي واخدها بالوقت ده، ان انا كان لازم اعمل اكل بسرعه. فعشان اعمل اكل بسرعه لازم ابقى مجهزه، فلازم مجهزه حاجات كتير قوي، مسبكة مثلا طماطم، البصل ممكن مفروم وحاطاه في اكياس في الفريزر، عارفة انا هعمل ايه. فكل الحاجات دي التجهيز ده كله كان بيوفر، اخش المطبخ نص ساعة اطلع منه انا طبخة الحمد لله، فاهمين ازاي؟ فدايما دوري على سبل الراحة ليكي، يعني دوري انت ممكن ترتاحي في ايه. ان الجهاز المعين مثلا الكبة دي هجيبها عشان افرم بيها البصل لو انا مش عايزه احطه في الفريزر، يعني بصل بسرعه قوي وهعمل الاكل، فيبقى في فرامه البصل جاهزه ومعروف مكانها فين، هشدها واكون الخلاط موجود مثلا في المكان الفلاني. واغلب بقى اغلب اكلاتي كانت ساعتها ان انا بحط البصل على الطماطم في الخلاط، ما كنتش بشوح كده مضطره. وكان حلو وخفيف وجامد جدا صراحه يعني. فكان اغلب الاكل بعمل العامله دي. ليه بقى كمان؟ ما كان الاولاد هم صغيرين مش بيحبوا البصل، لما يلاقوا بصل في الاكل بيتضايقوا، يا اما مبشور، فكان طب على ايه؟ طب ما انا احطه في الخلاط مع البصل. كان اغلب طبيخي كده صراحه يعني، اغلب طبيخ بصلايه مع الطماطم في الخلاط.
واروح حطها على النار تتسبك شويه واحط عليها الخضار بس. مثلا اللوبيا تبقى جاهزه مسلوقه في الثلاجه في الفريزر، او فاصوليا كمان تبقى مسلوقه. فده بقى اللي بيسهل لك الدنيا، بتيجي ما انتش ناقي اهم حاجه، لا ده انا خلاص ده انا الاكل عندي جاهز، مش مضطريه بقى ان انا ايه ده انا لسه ما عملتش، ده انا لسه ما سويتش، ده لسه ما اشتريتش، لا انت عندك في الفريزر كل حاجه. ان شاء الله على الخير دايما في بيتكم يا رب، ان شاء الله على خير جميعا يا رب. بصوا كده انا شوحت ايه، لسه شويه كمان، بصوا انا عماله اوصل لكم فين اهو، لسه شويه كمان نجيب بقى السبانخ غاسلينها ومنظفينها طبعا حلوه قوي، يعني اغسلوها قبل ما نقطعها. في ناس زمان كانوا بيغسلوها بعد ما يقطعوها، يحطوها في مصفه كبيره من صغري بقى، مع اني كنت صغيره ومش فاهمه حاجه، يعني ابقى صغيره قوي، كنت الاقيهم بقى مثلا ايه يجيبوا ينضفوا الحاجه ويقطعوا السبانخ ويحطوها في مصفه يغسلوها. فانا من وانا صغيره يعني طب ليه تعملوا كده؟ انا ما كان من وجهه نظري ان النظافه تبقى احسن وهي سليمه، وهي مفتفته كده لا وبتدبر شكلها مش حلو، والخضره والكلام ده كله كانوا يعملوا كده يقطعوه وبعدين يغسلوه. لا ما كانش، كنت معترضه من صغري وانا قد كده معترضه، لا انهم يغسلوها الاول وبعدين قطعوا، لا لا انت مفيش حاجه، احنا هنعمل احنا بنعملها كده، احنا متربيين نعمل الراس كده ونروح مقطعينها نحطها في مصفه ونغسلها. فكنت معترض يا جماعه لا اعملوها الاول اغسلوها، اوحى من صغري يعني. فانا طلعت على كده ان انا لازم اعمل ده، ليه بقى؟ طب بعد ما كبرت شويه، طب ما طبعا انا لما بقطع الحاجه بتنزل الفيتامينات اللي فيها، ما انتوا ما انتوا خلاص انتوا خدتوا كل اللي فيها نزل في الميه، فدي صح، يبقى انا نظريتي كانت صح الحمد لله. تمام. هناخد بقى ايه، نقطع السبانخ رفيع. خلي بالكوا ان السبانخ بتنزل على المفيش، يعني تبقى الكميه هايشه كده وتقف في الاخر طبق، يعني النص كيلو بيعمل طبق. انا بحطها كده عشان تفرم من تحتيها تاني. ماشي. يعني الحبه دول هم مفيش بقوا مش طبق خالص، يعني بقوا معلقه. فعشان كده لازم تعملي كميه سباك تبقى كبيره عشان تديكي اي حاجه، لان هي بتصفصف على حاجه قليله جدا. انا اهو بصوا كده الحمران ده حلو قوي كده، تمام اهو حلو. هاخد بقى الثوم والكزبره الخضراء، الثوم والكزبره الخضراء، الثوم مع البصل لما اتحمر كده، كزبره خضراء مفرومه، ونشوحها مع البصل شويه. شفت انها بنت عم الخضار التاني، مش 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 اخته، بنت عم تاني ما فيهوش كزبره خضراء. نشوح شويه كده نشم ريحه التومه. وبعدين هنزل عصير الطماطم، وهنزل الحمص قد مثلا ايه كوبايه كده. لو زاد مني حمص زياده انا عاملاه كده كتير شويه، اروح عامله ايه، اروح بسم الله الرحمن الرحيم مسلوق بميته كده، هتشوف ميته اهو قد كوبايه، كبشتين كده كبار قد كوبايه، احطه في الفريزر عادي في كيس وفي الفريزر. اجي اعمل بقى تاني، هنعمل صواريخ بطرق كتير قوي، بس انا عايزه اعملها تاني مثلا بالطريقه دي، اروح واخده بقى ايه منزله كيس الحمص المسلوق بميته وخلاص كده. ايه اسيبها بقى ايه شويه تتسبك، اسيبها ايه تتسبك اهو، ونكمل تقطيع الايه السبانخ رفيع. انا كده زي ما قلت لكم غسلاها وبعدين بقطعها، يعني مش هحتاج ان انا اغسلها تاني. احنا كده بنفقد يعني، بصوا بعد ما قطعناها بالشكل ده
ينفع نغسلها؟ هتلاقي كل البيتامينات اللي هنا نزلت خلاص. بصي كلها احنا قطعنا كلها بالمنظر ده. بصي كل الانسجه اللي فات قطعت بالاعجان وكل حاجه، فده كله هتلاقي ايه كل البيتامينات نزلت في الميه. يبقى انا اخدت ايه جزء قليل جدا من الالياف وخلاص. بسم الله. كده نقطعها بس كده شويه اهو. وفي بيقطعوا الخضره معاها مش بينزلوها الاول، اللي هي الكزبره الخضراء، بس انا بحب انزلها معاها الاول. وفي بيحطوا معاها شويه شبت برده، الشبت معاها جميل برده على فكره. حاضر. طيب بس كده. طب انا هطلع فاصل وهستناكم بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد ورجعنا من الفاصل. بصوا بحاول اشوف بس البصوص دي هتقلب ولا مش هتقلب، عشان ايه كنتش في حاجه. دي بقى البتاعه دي حلوه قوي ان هي بصوا بتعمل ازاي، دي طريه كده. ف يعني السيليكون دي بتبقى جميله جدا، انك مثلا لو عايزه حاجه ما تشوفيها من تحت، فاحنا بنحطها كده بتنزل تحتيها، شايفين عامله ازاي؟ طريه كده، فاحنا هنا بننزل كده وبعمل كده تحتيها، فهي بتنزل تحت الايه؟ تحت الحرف. بتقولي بقى لازق ولا مش لازق؟ فهو ان شاء الله مش لازق. فهحاول اشوف لها طبق واقلبها لكم. يا اما نقطعها كده، اي حاجه يعني ما فرقش طبعا، احنا في العادي بنقطعها، مش عمرنا ما قلبنا صدر بسبوسه. بقلبها هنا بس. عشان تبقى شكلها حلو يعني في التصوير، تبقاش فستانيه كده، انما في العادي بنقطع منها، بنقطع منها ونطلع في طب عادي جدا يعني. تمام؟ طيب تعالوا بقى، احنا كنا بنكمل في ايه؟ في السبانخ، وكنا سايبين اهو الصلصه بتاعتنا بالحمص تتسبك لسه عليها شويه. السبانخ بتحب الحاجه مسبكه. طيب على ما تسبك تعالوا نعمل مشروب. تعالوا نعمل مشروب، بس انا عايزه افرم شويه ثوم الاول. السبانخ اهي كده على جنب عشان هعمل طشه ليها برده. هنعمل قد معلقه ثوم كبيره كده ولا حاجه، ماشي؟ دقيها بالهون. كان عندي هون راح فين؟ كنت بضرب بيه حد قريب، استنى والله العظيم اجيبها. انا اسلحه، انا حاجات المطبخ دي بالنسبه لي اسلحه. هندق هنا صحيح احسن عشان استفرم بالسكينه. سبحان الله يا جماعه، كل حاجه ليها طعمها، كل حاجه ليها طعمها. سواء بقى انت عملتي سوري ناخد الثوم ده، ليه حاجه تانية خالص، دي شمخة تانية كده. شمخة، عارفين شمخة؟ وعليها شوية ملح. مترمين بيه اللحمة شغالة، السبانخ شغالة، الرز مطفي عليه، بطمن بس على العيال. ندق لنا كام فص توم. او تفرميهم زي ما انت عايزه بقى، يعني في مفرمه اليدويه دي، دي اي حاجه. صح الجنان. كده ما نطبخش بدري بقى. جراي ايه؟ تمام؟ بس خلاص هرسته. تعالوا بقى نعمل مشروب. نعمل مشروب كده جاهز على الشغل. هنا بس نحط شويه كزبره ناشفه برده في الايه؟ هنا اهو. كده الحمص المسلوق بميته مع الصلصه، فايه بيأخر مع عصير الطماطم والبصل كل الكلام ده. استنى عليه كمان شويه تتسبك حلو. تمام؟ لا لا ما تحطش هنا. تعالوا بقى نعمل مشروب شتوي لذيذ كده. المشروب ده يا جماعه كنت عايزه اشرب سحلب، مفيش سحلب.
طبعا بلاك كتير جدا ما عندهاش سحلب. طب نعمل ايه؟ مش في نشا؟ في نشا خلاص. هنعمل ايه بقى؟ بصوا هعمل مثلا كوبايتين، هعمل كوبايتين. فين الكوبايات اللي كنت جايبها؟ اه دي مثلا اهي، هعاير كوبايتين لبن. ده السحلب الكذاب بديل السحلب، سحلب بالنشا ده السحلب الكذاب. اه والله ما في نقطه سحلب. بس افرض ما عنديش، يعني انا ما عنديش سحلب اعمل ايه؟ ما عايزين نشرب سحلب نسكت؟ لا بيقول لي ده السحلب مش غالي يعني، وكده دخل دي كذاب. ما هنتصرف. وبعدين في بلاد ما عندهاش سحلب نسكت؟ هناخد على الكوبايتين، الكوبايتين الكبار دول معلقه نشا واحده، عشان ده مشروب مش مهلبيه. لو مهلبيه باخد على كل كوبايه معلقه، انما هنا معلقه نشا واحده. السكر حسب التحليه، حسب ما بتحبيه. انا حاطه معلقه كبيره لكل حاجه، وشويه جوز هند وشويه سمسم وسنه قرفه بس. عملت السحلب الكذاب. اروح على النار بقى واقلبه لغايه ما يغلي، اعليها ماشي اهو. عشان بس لو كلكع كده من القرفه، القرفه ممكن ما تحطهاش لو انت ما بتحبيش القرفه، خلي القرفه على الوش. لو انت ما بتحبهاش خلاص ما تحطيش قرفه، مش مهم. بس جوز الهند مع النشا مع السمسم بيديكي ايه؟ يحق السحلب. من غير سحلب خالص اهو. السحلب كذاب. رفضوا يسموه كده، بس انا حبيت ان انا اقول لكم برضه. اقول لكم هذه المعلومه. سحلب كذاب بديل السحلب. نريحكم. انتوا ضميركوا بقى. عملت لكم سحلب ولا ما عملتش سحلب؟ ملا سحلب. تعالوا بقى نحط هنا السبانخ. حاضر يلا هنحط السبانخ بس كده، وهعمل الطشه بعد ما نرجع. اوكي الطشه دي بقى يا اما احطها على الطبق يا اما احطها في الحله زي ما انتوا عايزين. بس دلوقتي هطلع فاصل واشوفكم بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد، قد الايد. ورجعنا من الفاصل بنقلب في السحلب اهو. من ساعه ما سبتوني انا بقلب في السحلب اهو. فاكرين لا لازم اقلب فيه على طول لحد هيبوظ هيكلكع. يا لهوي ماشي. اثبت. هنا بقى ايه الطبيخ شغال تمام. انا بقى الطشه دي يا اما احطها على وش الطبق يا اما احطها في الحله واقلبها كلها زي ما انتوا عايزين تمام. انا هنا السبانخ انا مسبكاها وكل حاجه، فمش تاخد مني وقت كتير زي ما كان زمان بياخدوا وقت كبير قوي يسووا السبانخ. يقول لك بس هي كده مش مستاهله خالص، مش عايزه يعني مش عايزه ان انا اسويها قوي. ده الاصح ان انا ما اسويهاش قوي تمام. اهي هعمل لها الطشه، هي كده مسبكه وقمر ومستويه. دي خضار ده ممكن بياكلوه سلطه، يعني مش مستاهل قوي ان انا اعمل له ايه ان انا اعمل له ان هو يقعد على النار كتير قوي. لا مش كان الاول نحط الرز معاها ني ونسيبها تغلي لغايه الرز ما يستوي، او نحط معاها الحمص ني ونسيبها تغلي لغايه الحمص ما يستوي. دلوقتي لا، هو الاصح ان هي ما تغليش كتير على النار. ده بيعملوها سلطه مش محتاجين اي حاجه فيها تمام. انا عندي كوبايتين اهم خلصنا منهم. بسم الله بسم الله. ايه دي السحلبه كذاب. بسم الله. سحلب ولا مش سحلب؟ متعلمين يا بتوع المدارس اهو. الله ينور الله ينور عليك يا نونا. بعد شجع نفسي انا كده. شجع نفسي. شويه جوزين شويه مكسرات اي نوع استغفر الله العظيم بقى زي ما انتوا عايزين. انا اخر زبيب اهو او سوداني هيغطس انا عارفه عشان لسه سخن، بس مش مشكله.
تعالوا بقى نعمل الطشه. هناخد الثوم اللي عملناه في الهوم بتاعنا القمر ده، الكزبره الناشفه. بصوا انا هخليكم تحبوا السبانخ غصب عنكم، اللي مش بيحب السبانخ هيحبها ان شاء الله. ماشي انا خلصت والله خلصت. اقول لك انا خلصت. خلص طب امشي. لا لسه. تمام. هناخد بس كده ايه، ادي الطشه اهي. ايه رايك حطها على الوش تبقى شكلها احلى؟ خليها على الوش، مع ان انا هنا احلى، بس هنا في الطعم احلى، بس عشان بس ايه اصور لكم ويبان الطشه اللي فيها. تعالى بصوا طبخنا كله على الهواء مباشره معاكم، وسوينا كل حاجه الحمد لله. انا كنت يا دوبك سلقه الايه الحمص فقط. اه ربنا يستر. بسم الله قرب لي كده ادي السبانخ. حل بالحمص جامده جدي كده. بتحب الصلصه اكتر من كده يعني؟ ازاي بتحبوها بقى يعني؟ اللي بيحبها اكتر من كده ماشي. وادي طشه سخنه حبه، دي بقى بتوديها في حته تانية. الطشه دي بتوديها في حته تانية. اي والله هنحط حبه هنا. الطشه دي زي الملوخيه بالظبط، طشه الملوخيه. حطها على السبانخ بتبقى السبانخ حاجه تانية. طيب عملنا ايه بقى؟ هنقول عملنا ايه. عملنا ايه؟ ايه ده يا عيني؟ ده غطس. انا عارفه انه هيغطس والله. اطلس شويه هنا كده. عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ اول حاجه عملناها مع بعض البسبوسه. البسبوسه اللي بالبيض. ماشي؟ البسبوسه ايه؟ اللي بالبيض. ممكن ننزل مقادير ولا مش تلحق ولا ايه؟ سريع كده. البسبوسه اللي بالبيض. الله يكرمك الله يكرمك. ماشي ادي البسبوسه بالبيض مقاديرها. شوفوا الاعاده لازم، وقلناها كذا مره، عدتها معاكم كذا مره. ماشي. وادي السبانخ القمر ده. سايبه لكم عيدانها جنبها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ايه فاضل تاني؟ فاضل حاجه. ماجي مقادير السبانخ. طبعا المقادير زي ما قلت لكم مش كل حاجه، لازم تشوفوا كل حاجه بالفيديو لازم. بس ان شاء الله اللي قاعد معايا هيكون فاكر كل حاجه. تمام. وعملنا جنبيها بقى شويه سلة العصفور كده او رز بالسلة العصفور. تمام. هقطع بس البتاع دي على ما تيجوا لي هنا. وادي السحلب الكذاب ما فيهوش اي سحلب. تمام. جنب البصل اللي بقطعها. ماشي. لا لا ده عزومه صرفه ومكلفه. بكره ان شاء الله ارديحي باذن الله. وادي ايه، بصوا بقى البصوصه وجمالها. لا 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 تعالوا بصوا لي بقى. بصوا انا قطعتها، قطعت لكم البصوصه عشان تشوفوها. قمر بقى ما شاء الله. بصوا عامل ازاي بس كده. دي البسبوسه اللي عملناها بالبيض، شوفوا شكلها. حبيت ان اقطعها ميرسي. وكده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حلقه جديده من على قد الايد نجلاء الشرشابي. الى اللقاء.